كما تعرف الجميع كان هذا الصباح واحد اجتماع مصغر مع السي جمال السلامي اللي كان مقرر في الاجتماع ديال البارحة. وهذا الاجتماع أعطى جوج ديال النتائج. أولا السي جمال السلامي عبر على الموقف ديالو أنه رجاوي حتى النخاء وغادي يقبل أي قرار ديال المكسب المديري بدون شرط أو قيد. كما عبر جمال السلامي على الاستعداد ديالو التام سواء من الناحية البسيكولوجية أو من الناحية الرياضية باش يكمل المشوار ديالو فريق رجاء رياضي. إذا كاين استعداد تام ديال جمال السلامي. بطبيعة الحال اللجنة المصغرة اللي اجتمعت مع السي جمال هذا الصباح درنا مكتب مديري هانتوما شفتوا دام تقريبا 6 سوايع. فجدبنا فأون ديباتي أونتر نو وخصي يعرف الجميع شنو هما الرهانات اللي عند فريق رجاء رياضي. الآن كاينه واحد لاداط فيفا عندنا فريق رجاء رياضي 12 لاعب غائب بما فيهم لاعبين محليين لاعبين دوليين مغاربة ولاعبين دوليين الأجانب. المقابلة الأولى غتكون نهار 4 أفريل مع فريق بيراميدز. المقابلة الثانية غتكون نهار 11 أفريل في القاهرة. المقابلة الثالثة غتكون في دار السلام 21 أفريل و 27 أفريل غتكون المقابلة النهائية مع فريق الكانا. إذا كاين استحقاقات قريبة المدى. الفريق والمدرب والمكتب المديري ملي دارس جميع الأوضاع فقرر بالأغلبية المطلقة ديال جميع الأعضاء باش يمكن جمال السلامي يثبتوا في المنصب ديالو كمدرب أول للفريق. بطبيعة الحال حنا كمكتب مديري تنتفهموا الجماهير ديالنا والهموم ديال الجماهير ديالنا. ولا كانت الخسارة راه حتى المكتب المديري من طبيعة الحال هما مناصرين كاينه واحد الحزن من هذه الخسارة. إذا تنتفهموا الجماهير ديالنا وتنتقبلوا الآراء ديالها وتنتقبلوا الانتقادات ديالها ولكن كمسؤولين نظرا للاستحقاقات. فجمال السلامي كذلك عبر على الموقف ديالو وعلى لونجاجمون بالعربية لونجاجمون ديالو توتال باش إن شاء الله يمشي في جميع المحطات اللي عندنا. البطولة باقا ما انتهتش، كأس العرش من طبيعة الحال كأس محمد السادس حفظه الله والبطولة الإفريقية. إذا الاستعداد النفسي والرياضي ديال جمال السلامي، المكسب المديري خدا المسؤولية ديالو نظرا للاستحقاقات اللي قلت لكم على التريكور تيرم باش يمكن الفريق إن شاء الله يمشي في طريق صحيح. وتنطالبوا من الجماهير باش يتآزر وتبقى تآزر الفريق ديال المفضل، تآزر جمال السلامي وتآزر المكسب المديري. وحنا تنتفهموا الغضب ديالهم وتنتقبلوا آراء ديالهم وتنتقبلوا كذلك انتقادات ديالهم اللي سوفون حنا متفقين عليها. الأزمة المالية ماشي هي سبب في البقاء ديال المدرب والحفاظ ديالكم عليه؟ جمال السلامي قال لك هو غادي يمشي كرجاوي وغيبقى رجاوي بدون شرط أو قيد. وهذا الشيء يحسب جمال السلامي. بالنسبة للماتش ديال بيراميدز وباش نقولها لك بالدارجة، جمال السلامي قال لك ما عمرني أنا غندعي فريق الرجاء الرياضي، ما عمرني غادي نمشي في نزاع مع فريق الرجاء الرياضي وغنبقى رجاوي حتى آخر يوم في الحياة ديالو. بالنسبة للماتش ديال بيراميدز فين غيتلعب؟ واش توصلتوا بشي إشعار من الكاف؟ بون كيستيون. إذا تنعلم الجمهور الرياضي والجمهور الرجاوي أن المقابلة غتجري في الدار البيضاء يوم 4 أفريل. الدار البيضاء مقابلة الإياب غادي تجري في القاهرة. فريق الرجاء الرياضي غادي يخصص طائرة خاصة للفريق نهار إن شاء الله باش يمشوا للقاهرة يوم 9 باش يلعبوا نهار 11 ورجعوا يوم 12. إذا غنمشوا في طائرة خاصة للقاهرة. ومن بعد القاهرة عندنا سفر لدار السلام وحنا بصدد باش نوجدوا السفر ديال دار السلام. ومن بعد دار السلام عندنا مقابلة ديال الإياب ديال الكانا عاد ندخلوا البطولة وكأس العرش.